السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلادنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. النهاردة موضوع حلقتنا هيكون جميل ولطيف، وأعتقد أننا كلنا محتاجين للروحانيات بخاصة في هذا الوقت العصيب اللي بنمر بيه كلنا. محتاجين أننا نستمع إلى الإنشاد، إلى الإبتهال، محتاجين أننا نتوسل ونتضرع لله سبحانه وتعالى بآياته الكريمة، نتضرع ونتوسل بذكر الله وبذكر النبي الحبيب طه صلى الله عليه وسلم. في الإنشاد، تاريخ الإنشاد تاريخ طويل، ويبدأ منذ بداية الهجرة، وعندما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وإن كان هناك بعض الدراسات اللي بتقول أنه في بعد الهجرة بفترة، ولكنه ليس في الهجرة تحديدا، ولكن أيضا هناك أدلة أخرى في التراث الإسلامي بتؤكد أن الإنشاد بدأ منذ عصر النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع للإنشاد، وبخاصة قصائد حسان ابن ثابت. ثم بعد ذلك في فترة يأتي بعد ذلك تطور الإنشاد في العصر الأموي، والاهتمام بالإنشاد ودخول عليه مقامات جديدة ودخول عليه قوالب جديدة. ثم بعد ذلك هنجد أن الإنشاد دخل في مرحلة الدراويش والصوفية، وبدأ يدخل في نوع من الموسيقى لجذب الناس. الإنشاد تاريخ كبير، وهنبدأ الآن وقبل أي شيء نعرف معنا المبتهل والمنشد عادل الأحمدي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نبدأ هذه الحلقة بآيات من الذكر الحكيم إن شاء الله. نهبوا ثوابها لكل من لكل مرضى المرضى وللبشرية، ونهب ثوابها لكل من يعاني الأوجاع، وأن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. تفضل حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين.
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. بعد هذه الآيات من القرآن الكريم لو حبينا ان احنا نتكلم عن الإنشاد. نعم. فكرة الإنشاد فرقها ما بين الإنشاد وما بين الإبتهال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الفرق بين الإنشاد والإبتهال. الإنشاد طبعا في اللغة هو النداء أو الدعاء. أيوة. النداء أو الدعاء. ويعد الإنشاد الديني في العصر الإسلامي منذ بداية سيدنا بلال بن رباح في العصر الإسلامي حينما استقبلوا أهل المدينة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالإنشاد. أهل المدينة استقبلوا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالإنشاد بالدفوف طلع البدر علينا. فهذا الإنشاد معناه هو النداء أو الدعاء. الشعر اللي هو المفروض بيبقى واخد شكل، يعني تبقى تكون قصيدة. تمام. وتبدأ ويبدأ ينشدها. ويعد أيضا الإنشاد من إحدى الطقوس الروحية. أيوة. تمام. أن احضر الطقوس الروحية. فالإنشاد طبعا هو يعني المنشد بيكون معاه بطانة. أيوة. المنشد بيكون معاه بطانة وبيكون متوفر له زمن وقتي وبيكون معاه فرقة موسيقية. أما الإبتهال هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. والمبتهل بيكون بمفرده فقط. أيوة. يغرد بمفرده فقط، يبتهل بصوته فقط. الآن نريدك أن تبتهل بمفردك فقط. فإذا أحببت أن تنشد وتغرد بابتهال تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا ما شئت في الدارين تسعد
فأكثر من الصلاة على محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، فلا صوم يصح، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليست تحصى، وإن كانت ذنوبك ليست تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات، بتكرار الصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المدثر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المزمل، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. لو جينا تكلمنا عن الابتهال والإنشاد، نعم، فإذا قلنا مثلا في العصر الحديث قدوتك من سواء كان من المبتهل أو المنشدين مين؟ والله أنا أحب أن أستمع إلى سيدنا الشيخ نصر الدين طوار رحمه الله، عليه. وأيضا أحب أن أستمع إلى سيدنا الشيخ محمد عمران رحمه الله، وأيضا سيدنا الشيخ النقشبندي، طبعا ده من الرعيل الأول، من الجيل الأول للرعيل العالمين في فن الابتهال ما شاء الله. أما حاليا يعني في هذا العصر أحب أن أستمع إلى سيدنا الشيخ عبد الرحيم دويدار بارك الله في عمره، وإلى سيدنا الشيخ محمود علي عوض الله أيضا، وإلى سيدنا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، ما شاء الله يعني علماء في فن الابتهال ما شاء الله، يعني ما شاء الله، ربنا يبارك لهم ما شاء الله. لو إحنا هل ممكن يعني تبتهلوا بابتهال آخر ينشر حولنا الملائكة ويشوف الابتهال اللي تشعر فيه معانا ان احنا طبعاً يعني جاء
الربيع إلى الديار فهللت جاء الربيع إلى الديار فهللت واستبشرت بالخير والإنعام وتدفقت أنوار ربك للورى تدلو القلوب بأطيب الأنسام ولد الحبيب ولد اليتيم محمد. وعايزينك انت دلوقتي اللي تؤذن وترفع الاذان من هذه اللحظه، اتفضل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم لبي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة فاصل اللهم محمد الذي وعدت أنك لا تخلف الموعد.
بارك الله فيك في عادل ورفع بك يا رب مقامك عظيمة. الإنشاد والابتهال في الوقت الحالي نظرتك لي من خلال مثلا أنا عايزة أخش شوية ناحية الجانب الصوفي. مثلا الجانب الصوفي بيستخدم موسيقى في الإنشاد وبيبقى فيه جانب شوية ابتهالات بتمس الوجدان بشكل قوي جدا. رأيك إيه في الابتهال الصوفي بخاصة؟ والله هو الإنشاد الديني يعني تربع على عرش المناسبات الدينية. أيوة. بمعنى احنا كنا زمان بنسمع منشدين يعني في فترة قليلة يعني وبعض من الناس من القلائل يعني، لكن حاليا دلوقتي في مصر وفي هذه الآونة وفي هذا الزمن نسمع منشدات بنات. تمام، حقيقي. فمعنى كده اذا الانشاد الديني تربع على عرش المناسبات الدينية، ويدخلنا ايضا مدرسة الانشاد الديني الفتيات. وايضا في مصر عندنا مدرسة تسمى بمدرسة الانشاد الديني والذي يقودها فضيلة الشيخ محمود ياسين التهامي. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله. الله يكرمك استاذ. لو حبينا احنا فاضل لنا 4 دقائق تقريبا، تحت امرك، لو حبيت تنشد فيهم يعني للقدامه لو حابب او حاجه يعني. والله انا يعني مش بعرف اجلد، ولكن يعني عادي يعني مش بالضروره انك تقلد، ولكن هي الفكره فكره روح الانشاد كما تحب طبعا. ولد الحبيب، ولد اليتيم محمد في فرحة يا مرحبا يا سيد الأيتام، لم تلق آمنة المصون بحمله، لم تلق آمنة المصون بحمله أو وضعه شيئا من الآلام، قد فضل الله العظيم محمدا ليكون للأديان خير ختام، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالمصطفى وقدومه للمرسلين، أتيت خير إمام. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. أشكر حضرتك جدا، أشرقت القناة اليوم، وأملنا يعني كلنا نتضرع لله ونذكر الله وندعو الله أن يرفع عن البشرية كلها هذا الوباء وهذا البلاء، وإن شاء الله يا رب كلكم بصحة وعافية ويحفظكم جميعا ويغفر لمن فقدنا، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم الأسبوع القادم بأمر الله على خير. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.